تقرير ده مهم جدا لانه يمكن البناء عليه. بعد ما يصدر تقرير من المقرر الخاص لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون، بيتم التوجه بعد ذلك الى المحكمه الجنائيه الدوليه. اذا كان هناك ثمت اي توجه للمحكمه الجنائيه الدوليه بقضيه محدده بافراد محددين بوقائع محدده، سيكون هذا التقرير الذي صدر اليوم دليل مهم جدا ومستند بالغ الأهمية من مستندات التقديم إلى المحكمة الجنائية ضد السيسي وضد أركان حكمه، سواء كان وزير الدفاع السابق أو الحالي أو وزير الداخلية ما قبل السابق منذ 2013، وزراء الداخلية المتعاقبين، وطبعا على رأس النظام عبد الفتاح السيسي. التقرير يقول أنه يطالبون بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الوفاة غير الشرعية للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين توفوا في الحبس منذ 2012، مش 2013 مش مشكلة، لكن التقرير لا يوصي بالتحرك ناحية الجنائية الدولية. ما هو لازم الجنائية الدولية لها إجراءات دكتور حمزة، يعني لازم تكون دولة ذات سيادة هي اللي ترفع هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمكن ده من أسباب رعب نظام السيسي من دولة زي تركيا، لأنه تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان أظن أن الشخص أو الرئيس الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقدم على هذه الخطوة، وأعتقد أنه في إشارات موحية من الرئيس رجب طيب أردوغان بهذا الأمر وبهذا الموضوع على سبيل الحصر والتحديد. يعني مؤخرا كان له تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان اللي بيطالب بأنه في التحقيق في وفاة الرئيس مرسي، حتى وزير خارجيته مولود شاويش أغلو كان برضو بيتكلم في مسألة أنه يعني تركيا ستبذل كل الجهود لضمان كشف حقيقة وملابسات استشهاد الرئيس المنتخب ديمقراطيا عليه رحمة الله الرئيس الدكتور محمد مرسي. فطبعا ده نوع من الهلع، شبح النظام، نايت مير، كابوس عند عبد الفتاح السيسي، لأنه الدولة الوحيدة التي يمكن أن تأخذ على عاتقها هذه القضية وتقدمها إلى محكمة الجنائية الدولية، دولة وحيدة في العالم، هي تركيا في ظل نظامها الحالي وهو الرئيس رجب طيب أردوغان. ده بناء على كلام الرئيس رجب أردوغان قبل أيام قليلة، والآن أمامه وثيقة أو تقرير، وأنت تتوقع أن يتحرك الرئيس طيب أردوغان أو تتحرك تركيا في هذا الاتجاه؟ هذا ما قلته قبل قليل. يعني لا، مش أتوقع، يعني المسألة برضو لها ظروف كتيرة. أنا بقول أنه الرئيس إن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان هو الوحيد اللي ممكن يعمل كده. يعني انا اتمنى وامل انه تركيا، بس طبعا حسابات تركيا زي ما حضرتك عارف يعني حساباتها دقيقه جدا، ويعني المسائل يعني خطوه بمثل هذا الشكل اظن انها بتحتاج الى حسابات دقيقه جدا من جانب القياده التركيه، واظنها في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي غير مستعده للاقدام على هذا الامر. ربما تتغير ظروف خلال الفتره القادمه، لكن النية موجودة. طب بس اسمح لي، ازاي غير مستعدة والرئيس أردوغان نفسه من الأمم المتحدة قال انه يطالب بفتح تحقيق؟ أقول يعني لك. يعني لما دلوقتي تركيا اتفضل تركيا منخرطة في عملية نبع السلام اللي هي في شمال شرق سوريا، وهذه العملية خلت يعني العالم كله يعني يقف ضد تركيا طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا أردوغان نورت مع روسيا وقبلت أنه يتم إجراء يعني دوريات مشتركة، ده ذكاء سياسي عالي المستوى من جانب الرئيس وإدارة الرئيس أردوغان والإدارة وأركان نظامه، لانه لا يمكن تواجه العالم كله في وقت واحد. انا لما بقول ان النهارده في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ليه دلوقتي هو مش مستعد ان هو ياخد هذه الخطوه، لانه اظن انه لما تنتهي عمليه نبع السلام وتحقق اهدافها كامله ويحصل تغيرات مثلا على سبيل المثال في البيت الابيض، مسائل عزل ترامب او غيره، يختلف المشهد الدولي والاقليمي، اظن ان تركيا في هذه اللحظه ستكون او لديها، هي دلوقتي لديها النيه، انما ربما لا تكون لديها القدره على انها
يعمل ده في ظل حسابات دقيقة جدا لموقفها الإقليمي.